واش يجوز لي باش نسلم بالوجع على البنت؟ ايه مليح. اسمع واش راك تصلي ولا واش ما راك دير؟ الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، رحمك الله وسنكم. هذا الشيء راه كاين وراه في العيد الصغير بعد الناس. كي تكمل بالصيام، كملت على الصباح يصبح على بنت عمو يسلم مبروك عيدك. مبروك عيدك يا وليدي، راكم في اليوم تاع الجائزه. واش النهار الاول عباد الله ابليس نطلق عليكم كالعفريت؟ ماذا صبروا ثلاث ايام، صبروا ربع ايام. النهار الاول ديال العيد بناتنا يخرجوا مستعطرات مع الرياض الشعر، تقولي لا راه مع عروسات. فين ربك اللي كان يقوم الليل ويدعي مع الامام ويبكي مور الامام ويقول يا ربي استر بناتنا؟ امين يا ربي استر، امين. في العيد تخرج له بحال البوبيه. اجل يا بنتي، تهلاو شويه في الدين ديالكم وديال الوالدين تاعكم، وتهلاو لنا شويه في الدين تاع الشباب. راكو غادي تفلسوا كاع الشباب كاع. هذا اللباس اللي خرج حتى في رمضان زعما راه بنادم يحشم كاع يهضر كاع. عندي واحد الصديق بغى يتزوج وما وجدش البنت اللي يتبعها يشوف فيها اللي ما يعجبوش. واش متنصحو يا ولدي وعلاش تبعها؟ ياك بغيت تزوج تزوج وبالله على الماضي ماك ما داير هكا. الا جيت تتبع كل شيء وانت لو كان يتبعوك، وانت الا تبعوك ابنين استروا بعضكم بعض، روح دور على واحد المؤمنه ويستقبلك. انت راك الامام مالك، انت مال الامام مالك وهي ما ربيعه العدويه، انتوما زوج في العيون مكملين. تزوجوا وتوكلوا على الله وصلحوا ما بينكم وبين سيد ربي في المستقبل. الا جات على هكذا حتى واحد ما يتزوج كاع. اضحك الله سنكم. اريدك هو القول دار. اوجه نصيحه لبعض الشباب اللي عندهم القدره على الزواج وما تزوجوش، ما هي نصيحتكم؟ هذا كلام كبير. نقول لك يا حبيبي، الا ما قديتش دير حتى امراه تحسب روحك راجل؟ النساء غير مكركرات مساكينات وعينيهم يزرمقوا، وانت ما قديتش تزوج؟ خص تعرف اللي الزواج راه دين. ربي يا ربي يا ربي، يا اله الا الله يا ربي. ما هي شروط الحجاب؟ الحجاب فرض افترضه على النساء وهو اللباس الشرعي. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون الخيرة من أمرهم. تسمعوا واحد العجب، تسمعوا واحد العجب. كاين شي بنات نتاعنا من تقول هذه الحجاب تقول لك حتى نقتنع. مازال ما اقتنعتش، مازال. كان يقول هذه الحجاب تقول لك الإيمان في القلب باينة باينة. بالشعر انا والايمان في القلب، بارك الله باين النور. شن السعيديه يتعراو الايمان في القلب. واش الغريبه هذه؟ كان اللي تقول هذه الحجاب تقول لك الحجاب غير يستروا به شي نساء شي نات يستروا بهم قلقوا بعدهم. شوف شوف الشيطان، شوف الشيطان اخي اللي بغات تزوج اللي دير هذاك الشيء. والشيطان يلقي في رؤوسهم الشبه ليضل ضعاف تاع النفوس. اما الحجاب اللي ما يعرفش يمشي يقرا سوره النور ولا سوره الاحزاب، فليس في الاحكام الشرعيه حكم فصل الله فيه بهذا التدقيق والتفصيل كما فصل في الحجاب. اسمعوا 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 اسمعوا. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذا الحجاب ولا ماشي الحجاب؟ حجاب داخل فيه حتى الراجل، الحجاب داخل فيه حتى الراجل. الراجل هود عينك يا له يتمشاك ويشوفك حتى تطيح له الرزه، يلعبوا الرزه. مصحف الرزه الحمد لله فيهم الخير. ها يكون غادي هكذا على البسكليت حتى يطيح. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. المرأة تهضر فيك وتشوف فيك هكا، تحط عينيك وهي ما تحطش. إلا تلاقيته في الدروج والله لا شي مخطط بنا يلصق مع الحيط وتفوته ما في الطوبيس. هاي الغريبة، فين وصلنا احنا؟ فين وصلنا؟ فين وصلنا؟ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قالوا ما ظهر منها الوجه والكفاف، الخمار تضربوا على الراس ويجيبوا النعل.
الجيوب جيوب والجيب هذه وهالجيب هذه تتحدى عصبة في وجهها. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن هوابائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي الرغبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله. كيش تفسر قاعد تساشي كيش تفسر قد هالشي. أقول لك الشروط ضربة واحدة. الشرط الأول سابغ. ما معنى سابغ؟ من الرأس إلى الرجلين غير الوجه والكفين. وكان شي واحد اللي زاد واحد الوجه والكفين. انا قلت الوجه والكفين معلش في خلاف. سابر. ثانيا ما يكونش حاصر. اذا كان حاصر يصف الجسد وجغرافيه الجسد. السروال الكتمه والتريكو ها بنتي واش تركي لابسك كي الباقيطه تلبس السروال ودير الفوره. انا قال لك الحجاب روح يا الحجاب روح. دارت بحال النعامه دارت راسها في الرملة وقالت لك ماشي الصيام. ما هي ها بنتي راكي ما درتي والو. دارت الفرانة والسروال مزير ودريكو. ما يكونش مزير. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات يهما لبست يهما عريات. ما معنى لبست عريات؟ اللبس نتاعهم لا يستر لا يؤدي وظيفة الستر إنما يزيد على الفضح. لا يشف ما ليش مش رقيق. كاين شي لباس رقيق يلصق مع اللحم رقيق. نشوف شي نساء منين يخرجوا يسيقوا درك زعما غادي يخرجوا مستورات شي لباس رقيق وقول اسخ لما ودير لا 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 رابحه في الركه. بصح ماشي رابحه في الركه السي رابحه الرجل. ما هي لا صبت الرجل هكذا لا شاشه. كما قالت لي واحد المراه في واحد المحاضره قالت لهم قالت لي اسمع اسمع النهار اسمع والله سيدي ربي كتب علينا الجهاد غير نبديو بكم انتم الرجال لان انتم ماشي رجال. لو كان كنتوا رجال لو كان كنا نساء. قلت لها يرحم والديك على هالكلام. يا يرحم والديك يرحم والديك يرحم والديك على هالكلام. لو كان كانوا رجال واش يمشيوا النساء مع الرجال في السعوديه ويتعراوا وتجي البنت تقول لباها با تبرونزيت امسح عليه امسح عليه. مازال تبرونزيت شوف اللحم ما نتعصح تبرونزيت غادي تنزاي. الشرط الثالث هو سابق لا يصف لا يشف. هات ثلاثة تصور. الشرط الرابع واسمه هو ألا يكون مبخرا. ما معنى مبخرا؟ أما أطر في الريحة. لأن أنا المرأة دارت الريحة وفدت على شي ناس. أيما امرأة خرجت ليجد الناس ريحة فهي زانية وكل عين رأتها فهي زانية. دير الريحة وخارجة فرك يا غادية. لأن المرأة حتى تكون غادي تمشي تسوق ولا تمشي للحفلة عاد وتعد الروح أو تزوق وكذا ما مع راجلة الحمار والزعفران والعقاقر قالت ما بغيت تقول لك ما. خامسا ألا يكون زينة في نفسه. واخا يكون عريض ويكون كذا ولكن يكون مزلقش. يا ربي يا ربي واش هذا درك حجاب؟ البس حمر وجذب الأمر فهو زين في ذاته ما خص يكون. السادس ان لا يكون لباس شهره. يقول لك يقولوا له لا موت لا موت الحجاب يولي يتبع لا موت هذه لا موت هذا لا موت. الله يخص لك العمود. اش لا موت هذا؟ من لبس قال من لبس لباس شهره البسه الله يوم القيامه لباس مذله. خامسا سادسا الشرط السادس أن لا يشبه لباس الكافرات. والشرط السابع أن لا يشبه لباس الرجال. في 18 شروط. أنت كي تسقيت 70 شروط بزاف تقول لي الدعوة واعرة. ما واعرة والو. وما كانش رخيص في اللباس بحال الحجاب. ما حدك أنت تمشي دير اللباس نتاع الشيطان نتاع التعرية هو غالي. يلبس واحد اللباس شوية هدا شوية هدا
هذا خاوي شويه هنا، هذا خاوي شويه هنا، هذا شحال على هذا اللباس؟ مليون. جهنم يشريوها بالفلوس، الجنه دائما رخيصه. ربي يبغاك تستر.